بجد تحيه بحضراتكم مره ثانيه. بشكر طبعا مخرجنا محمد دكروري اللي يعني عدلنا هذا التقرير من الامارات. محمد دكروري موجود بغطي الفريق الاول بالنادي الاهلي، فكان برضو كاميرا الاشبال موجوده هناك في اكاديميه النادي الاهلي في الامارات. نشكر مخرجنا محمد دكروري على الشغل المميز. بشكر ضيف النهارده اللي مشرفني ومنورني الدكتور احمد ثابت. النهارده هيكون في ابرز بقى الفيديوهات والارقام والاحصائيات وكلام يعني هيطول عن المنتخب الاولمبي المصري وكمان مجموعه منتخب مصر مالي والكاميرون وغانا المجموعه القويه. وهسمع من ضيف النهارده دكتور احمد ثابت بقى عن يعني ابرز المفاجات اللي حصلت تقريبا من حوالي ساعات هنسمعها من الدكتور احمد ثابت. شرفنا ومنورنا دكتور احمد. الشرف ليا بالتواجد مع حضرتك طبعا، وتحياتي لحضرتك كابتن اسامه وتحياتي لجماهير النادي الاهلي كلها باذن الله. وان شاء الله باذن الله نقدم حلقه كويسه كده تفيد المنتخب، وان شاء الله يكون يعني تزود الاقبال على المتابعين باذن الله، ان الحضور يزيد. وده اللي يهمنا، ان عدد الجمهور ان شاء الله في المباراه منتخب مصر تحديدا كمان العدد الجمهور يزيد باذن الله. طب في البدايه شايف يعني حديث الاعلام الرياضي يعني المنتخب الاولمبي، هل واخد المنتخب الاولمبي يعني حقه خلال الفتره دي ولا العمليه هاديه لسه ما زالت؟ العمليه هاديه بصراحه. يعني انا لما بتكلم مثلا ان في تحليل ان شاء الله الناس تتابعه كده في القناه وكده، لا الناس طب البطوله امتى؟ البطوله يا جماعه من يوم 8 ليوم 22 هتبدا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. اول مباراه لمصر قدام مالي يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 7 في استاد القاهره، مباريات مصر ان شاء الله بندعو الناس وبندعو جماهير مصر كلها باذن الله ان هي تقف ورا المنتخب الاولمبي، لان بالتاكيد دي هتبقى بطوله عايزين بقى يعني نكمل الانجاز اللي احنا عملناه في البطوله دي بالنسبه للدوله، الحضور الجماهيري والاستادات اللي اتعملت والحاجات دي عايزين نكملها. فبندعو الجماهير ان هي ان شاء الله نكمل. وخلي بالك برضو كابتن اسامه ان الفوز في اول مباراه هيفرق كتير جدا، هيفرق هيديك دفعه كفريق وهيديك دفعه معنويه كجماهير. انا شايف عنق الزجاجه بالنسبه للمنتخب الاولمبي هي اول مباراه، يعني الترتيب انت وقعت مع اقوى منتخب، منتخب مالي. هذا وجهه نظري، منتخب الكاميرون وغانا ومالي، منتخب مالي هو الاقوى. انت النهارده لو ربنا كرم في البدايه هيكون المشوار سهل. وبرده في النقطه انت بتتكلم فيها بحيي برضو المسؤولين اللي عملوا على النهارده سعر التذاكر في 20 جنيه الدرجه الثالثه، 20 جنيه و30 جنيه عشان يبقى في اقبال يعني من الجماهير كبير. فدي خطوه مشرفه طبعا. شايف بقى النهارده اخفاق المنتخب الاول في مصر في كاس الامم الافريقيه، هل ده هيزيد من صعوبه المنتخب الاولمبي في مشاركته في التصفيات المقامه ايضا على ارض مصر؟ طبعا هو بيحط ضغط شويه على اللعيبه وعلى المدرب ان الناس في الذاكره فيها اللي حصل في الكاس الامم، فاحنا مش عايزين نكرر التجربه اللي حصلت ديت بالنسبه طبعا للفنيه او على المستوى الفني اللعيبه طبعا والاداء والخروج من دور ال 16 والبطوله على ملعبك. ولكن انا شايف ان النهارده في اخبار ساره، اخبار ساره في القوائم، اخبار ساره الكابتن شوقي غريب ولمصر بصفه عامه في القوائم بعد اعلان القوائم بقى كامله. لا في 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 مفاجات كويسه جدا للمنتخب. يمكن انا قبل البطوله او قبل يعني قبل اسبوع بالظبط كنت يعني حد يسال ما كنتش متفائل بصراحه. بعد اعلان القوائم لا في فرصه كبيره وكويسه في ظل الدعم الجماهيري باذن الله اللي هيبقى موجود والغيابات الموجوده. يمكن اقول لحضرتك ابرز الغيابات، انا خلي بالك انا هتكلم عن منتخب احنا بنتكلم بس عن منتخب مصر، الغيابات بصفه عامه بس يعني تحديدا ابرز الغيابات بصفه عامه في كل المنتخبات. كل منتخب لما يعني لما تشوف كل منتخب بيغيب عنه نجم كبير، يعني مثلا منتخب مالي امادو هيدارا نجم لاعب وسط لايبزيك الالماني ده سعره 20 مليون يورو، ده اللي كسبان امبارح، ده اللي كسبان امبارح ماينزا 8-0 في الدوري الالماني. يمكن ده لعيب كويس جدا وبيلعب منتخب اول كان نزل الشوط الثاني، نزل الشوط الثاني فده يعني لعيب كويس جدا ولا بيلعب منتخب اول وسجل كمان في كاس الامم. اللعيب الثاني برده عندهم سايكو كويتا، سايكو كويتا ده برده بيلعب منتخب اول مع هيداره، الاثنين دول بيلعبوا رغم صغر سنهم زي رمضان صبحي مثلا بيلعبوا في المنتخب الاول. فالاثنين دول لما يغيبوا عن منتخب مالي، ده احنا كنا حاطينهم النهارده في نقاط القوه قبل القايمه يعني او قبل ما لا لما يغيبوا عن منتخب مالي يبقى دي حظنا حلو جدا. منتخب الكاميرون اهم لعيب فيهم جناجو اللي هو المهاجم نيس الفرنسي اللي سعره 3 مليون يورو ده يعني زي محمد صلاح بتاعهم، لما يغيب تفرق كتير جدا. جناجو مهاجم الكاميرون دي حاجه مهمه جدا. هل غيابهم النهارده للاصابه ولا هل مشاركتهم مع انديتهم؟ بسبب الانديه يعني هنعرض برضو اخبار دلوقتي لما نتكلم على فريق فريق هنعرض الاخبار. جناجو مهاجم نيس لعب معاهم 11 مباراه مسجل هدفين، نيس مش عايزه تسيبه. طب انا عايز ابتدي معاك، انت مجهز لنا دلوقتي اول منتخب، احنا قلنا مجموعه منتخب مصر مصر ومالي الكاميرون وغانا، مجهز نبتدي معاك مع منتخب بمالي. بمالي
طيب نبتدي معانا منتخب مالي. التشكيله بقى المتوقعه لمنتخب مالي من وجهه نظر الدكتور احمد ثابت بعد كمان اعلان قائمه منتخب مالي. يمكن هم يعني تشكيلتهم في التصفيات كانت ثابته. يمكن التشكيل معانا طبعا يوسف كويتا. يوسف كويتا حارس المرمى، ده الحارس الوحيد المحترف في المجموعه دي معانا طبعا بعض دي يمكن هم قوتهم ده اللي بيسدد. ده اليو ديانج يا كابتن اسامه احسن واحد. اليو ديانج نجم النادي الاهلي طبعا. وعلى فكره اليو ديانج بعد هيداره لما ما تمش استدعائه وسايكو كويتا بقى اغلى لاعب في تشكيله مالي. اللي هو لاعب النادي الاهلي اللي هو اللي بيقطع الكره ده اليو ديانج اللي بيعمل الاسيست والتمرير الطولي ده. المباراه دي كانت امام منتخب المغرب. هم خرجوا المغرب في التصفيات. فبص حضرتك الفيديو ده بيبين قوتهم في التحولات الهجوميه، التحول السريع من الدفاع للهجوم. هم دايما بيلعبوا بثلاثة ارتكاز 4-3-3 وعندهم سرعات ثلاثه قدام سرعه جدا وبتتلعب يعني هم بيدافعوا بشكل كويس جدا وبتتلعب تمرير طولي. يمكن لو رجعنا هنلاقي الهدف اهو، هنلاقي ان اليو ديانج ضاغط بيعملوا ضغط كويس جدا في وسط الملعب ويعتمدوا على الهجمه المرتده لان هم عندهم سرعات كويسه جدا. عندهم المهاجم اللي قدامنا على على الشاشه اللي هو مسجل الهدف. منتخب المدرب عندهم ايه؟ وطني. كل المدربين وطنيين. مفيش حد من بره يعني. جابر الدرامي هو المدرب بتاع منتخب مالي. اهو بص حضرتك ده سرعه التحول. ده ديانج اللي عمل الباص اسيست. وادي ابراهيم اكونيه ده المهاجم بتاعهم، ده بيلعب في الدوري الاوكراني برضه او لا في الدوري النرويجي. قيمته التسويقيه 180 الف يورو. ده برضه هدف الثاني. بص سرعه التحول من الدفاع للهجوم اتسببت في ضرب الجزاء ده في لقاء العوده قدام المغرب. يعني هم بيدافعوا بشكل كويس جدا وخضرتهم في المرتدات. فانت طريقه لعب كابتن شوقي غريب اصلا بيلعب بطريقه دفاعيه، بيلعب بالكومباكت وهو بيلعب بالمرتده. فاحنا هنشوف مالي ومصر هيبقى مباراه متحفظه جدا. يعني النهارده منتخب مصر في رايك في البدايه هل منتخب مصر يضغط من قدام ويبقى عندك مساحات في خط ظهرك؟ وان احنا منتخب مصر برضه عندنا نقط ضعف في خط الدفاع طبعا. شويه ولا تبقى عندك تحفظ؟ لا انا شايف في قدام مالي لا لازم تتحفظ لان هم عندهم سرعات. يعني انا شايف ان انت تكون رد فعل. هم طريقه لعبهم اصلا هم رد فعل. رد فعل يعني بيدافعوا وبيعتمدوا. اهو بص حضرتك ده هجمه مرتده اهي جت ضربه جزاء نتيجه التحول. وادي برضه هجمه. هم سرعة جدا، عندهم سرعه التحول من الدفاع للهجوم بمنتهى القوه والتسديد من وسط الملعب. يمكن هم اقوى خط وسط في البطوله كمان لما كان معاهم هيداره. غياب هيداره هياثر عليهم لكن وجود لعيب زي اليو ديانج هيفرق كتير جدا. لعيب يعني مكسب كبير ومكسب للنادي الاهلي طب ولو كمان فرقه كويسه يعني طبعا واغلى لاعب في منتخب مالي اليو ديانج اللي معاه الكوره ده اللي هو لاعب النادي الاهلي 800 الف يورو. عملوا معسكر فين قبل البطوله؟ يعني طبعا منتخب مصر عامل معسكر في العين السخنة. طبعا انت البطوله على ارضنا. المنتخبات اللي معانا كلها عاملين معسكر في قطر يعني. في قطر عاملين معسكر في قطر وهيجوا. يمكن نيجيريا المنتخب الوحيد اللي وصل اسماعيليه. عامل نيجيريا اول منتخب وصل اسماعيليه. لو عرضنا بقى التشكيل هنلاقي ان الحارس المرمى طبعا يوسف كويتا. طيب نشوف مع شادي، هات لنا بقى شادي التشكيله. وده الحارس الوحيد المنتخب مالي المتوقعه اللي هتكون موجوده يوم اول تصميم ان شاء الله امام منتخب مصر الساعه 8 مساء الجمعه القادمه. يوسف كويتا طبعا هو الحارس الوحيد المحترف في المجموعه كلها. كل الحراس محليين. حارس مالي الوحيد الحارس المحترف بيلعب في جيرونا بي الاسباني. نادي جيرونا في اسبانيا. ده التشكيل معانا ده قيمته التسويقيه 135 الف يورو. الباك اليمين دومبيا، الاثنين المساكين فيليكس كاماتي ويوسف تراوري وابراهيم كانيه ده واحد من الباكات الشمال اللي عندهم ثغره دفاعيه ناحيه الشمال. بقيمته التسويقيه 400 الف يورو. يمكن الثلاثه اللي في النص احنا كنا حاطين هيداره على اساس ان هو كان موجود، هيداره واليو ديانج ومحمد كماره. اللي مش موجود في القايمه امادو هيداره هيدخل مكانه بوبكر تراوري ده بيلعب في ميتس الفرنسي. الثلاثه اللي قدام زي ما قلت لحضرتك عندهم هيداره مش موجود اللي هو رقم 4 ورقم 10 سايكو كويتا مش موجودين. اهم اثنين في الفرقه مش موجودين. سايكو كويتا بيلعب فين؟ سايكو كويتا في فيا ريال الاسباني. قوه ضربه طبعا. بيلعب ضربة. في ريد بول سالزبورج النمساوي. بيلعب في النمسا ريد بول. في النمسا. يمكن ده تاني اغلى لاعب ولعب كاس امم افريقيا للكبار مع امادو هيداره واخد كاس امم افريقيا تحت 20 سنه كمان. فالاثنين دول مميزين جدا خبرات طبعا ومش موجودين. فدي ميزه الكابتن شوقي ان انت عندك اهم اثنين في فرقه مالي مش موجودين. ولكن عندهم المهاجم اللي هو السريع. عندهم البديل اللي يعوض طبعا غياب العناصر. لا بس مش بنفس القوه يعني. البديل هو في واحد اسمه بوبكر تراوري بيلعب في ميتس الفرنسي هيلعب كارتكاز. والجناح اسمه علي مالي بيلعب في الدوري التركي في الدرجه الثانيه برده مش نفس اللعيبه اللي حضرتك اللي احنا بنتكلم عليهم اللي هو امادو هيداره بيلعب في الدوري الالماني لعيب اساسي. فاللعيب كويس جدا. يمكن احنا قدامنا حتى ابرز اللعيبه في التصفيات.
التصفيات. ابرز ابرز لعيبه في التصفيات كان امادو هيدارا وكان سايكو كويتا وكان ابراهيم اكوني المهاجم. الثلاثه دول القوى اللي ضربه هيغيب عنهم اثنين رقم 4 ورقم 10 رقم 11 اللاعب الارتكاز والجناح اليمين ابراهيم اكوني موجود اللي هو المهاجم ده اللي هو بيمثل القوى الضربه، فاحنا نتكلم عليه تحديدا لانه هو اللي هيبقى موجود. بيلعب في النرويج، لعب 23 مباراه الموسم ده، عنده مسجل 6 اهداف وصنع هدف. مهاجم كويس جدا اللي هو ناحيه الشمال على الشاشه. الاثنين اللي على اليمين واللي في النص مش موجودين. سواء اللعيب خلاص تم استبعادهم من القايمه، تم استبعادهم من القايمه، وبالذات امادو هيدارا ده لعيب مميز جدا جدا جدا، يعني هيفرق معاهم جدا. وبرده سايكو كويتا لان هو الجناح كان هيبقى ثاني اغلى لاعب في منتخب مالي، ولكن بغياب ده وغياب ده بقى اليو ديانج هو اغلى لاعب في منتخب مالي. يمكن دول ابرز اللعيبه اللي قدامنا على الشاشه. طيب والمدرب دي القيمه التسويقيه اغلى خمس لعيبه زي ما قلت لحضرتك، اول اثنين مش موجودين اللي هو امادو هيدارا وسايكو كويتا، وبالتالي اليو ديانج بيحتل المركز الاول برصيد 800,000 يورو قيمته التسويقيه. بعد كده في محمد كمارا وفي الباك الشمال اللي هو بيلعب في الدوري الاوكراني 400,000 يورو. والمدرب طبعا وطني جبريل درامي، ده مدرب منتخب مالي. يمكن منتخب مالي عشان تلعبه لازم تقفل كويس، تخلي بالك من الهجمات المرتده لان هم عندهم سرعه تحول كويسه جدا من الدفاع للهجوم. دي رقم واحد تخلي بالك منها. رقم اثنين عندهم المهاجم ابراهيم اكوني بيشوط من اي حته. لو جبنا الجون تاني اللي احنا شفناه في المغرب هنلاقي بيشوط من وسط الملعب. هجمه مرتده اليو ديانج لعبها له وشاط، مهاجم مميز جدا. لازم تستغل الاطراف في المساحات اللي عندهم. عندهم الباك اليمين والباك الشمال مش مميزين قوي، نقاط الضعف في منتخب مالي نستغلها. فانت عندك رمضان صبحي وعندك طاهر محمد طاهر، في سرعات وفي مهاره سرعات ومهاره، وعندك رمضان وطاهر محمد. على فكره رمضان صبحي اغلى لاعب في القيمه التسويقيه في المجموعه بعد عدم وجود امادو هيدارا وبعد عدم وجود سايكو كويتا. رمضان صبحي بيحتل المركز الاول برصيد 5 مليون يورو في القيمه التسويقيه. طيب دلوقتي هنروح بقى، يعني هروح هنتكلم اكتر عن منتخب مصر، لكن النهارده لما انت بتتكلم عن منتخب مالي بيلعب على الهجمه المرتده عنده السرعات، يبقى اذا النهارده كابتن شوقي غريب لما بيلعب بثلاثه في خط الظهر ثابتين يبقى ده طريقه مناسبه. طبعا طريقه مناسبه نظرا لقوه منتخبات زي مالي مناسبه ليهم، ولكن في بعض يعني ممكن النقاط اللي كابتن شوقي غريب لازم يخلي باله منها. في بعض النقاط يعني ان مثلا الباك اللي هنتكلم لما نيجي على منتخب مصر تحديدا طبعا تفصيل اكتر منتخب لكن مصر لكن ان انت حاطط تكتيك مناسب جدا لنقاط القوه اللي هنا، ولكن في بعض الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها لمنتخب مصر هنتكلم عليه. طيب هنروح تاني منتخب موجود في مجموعه مصر، منتخب الكاميرون. منتخب الكاميرون يمكن احنا قلنا مالي اطاحت بالمغرب، دي معانا دلوقتي لقطات برضه الكاميرون اطاحت بتونس. يعني احنا معانا الثلاث فرق اللي اطاحوا بالعرب. يعني انت عندك مالي اطاحت بالمغرب، الكاميرون اطاحت بتونس، وغانا اطاحت بالجزائر. طبعا منتخبات قويه فالثلاثه انت معاك الثلاث منتخبات اللي اطاحوا بيهم. يمكن التشكيله طبعا احنا معانا بقى التشكيله دي بعض اللقطات من يعني مشوار من مارتن هونجلا. ده اللي بيلعب ده اسمه مارتن هونجلا، ده اغلى لاعب في تشكيله الكاميرون، لعيب ارتكاز بيلعب في الدوري البلجيكي في الدرجه الثانيه، وسبق ليه اللعب في برشلونه بي في الفريق الثاني لبرشلونه. فده يعتبر يعني لعيب ارتكاز وهيبقى واحد من افضل لعيبه الارتكاز في البطوله. يمكن نعرض حتى التشكيله بقى، هنبص نلاقي التشكيل المتوقع او حتى الغياب. يعني اهم حاجه في منتخب الكاميرون في البطوله ان في خبر معانا يا ريت نعرضه اللي هو بتاع جناجو المهاجم بتاع نيس. هنلاقي ان نيس يرفض ضم جناجو لمنتخب الكاميرون. يعني إذن جناجو مش موجود في القائمه اهو، الخبر قدامنا على الشاشه. نيس بيرفض يعني ضم طبعا منتخب الكاميرون كان طلبه تحت 23 سنه، هم مش عايزين يسيبوه لمنتخب الكاميرون في كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه. فدي حاجه ميزه لمصر، ميزه المنتخب معاك في المجموعه. المهاجم الاساسي بتاعه اللي قدامنا على الشاشه اللي هو لو عرضنا الصوره اللي بعدها هنلاقي ارقامه كمان، جناجو المهاجم الاساسي اهو ارقامه. بص حضرتك هنلاقي ان هو المركز مهاجم 20 سنه، المهاجم عدد مشاركات 11، احرز هدفين، واغلى لاعب في القيمه التسويقيه 3 مليون يورو منتخب الكاميرون. ده مش موجود. عشان كده رمضان صبحي طبعا هو اللي فارق عدى. لان النجوم عندهم مش موجوده، في ناس في مالي، ناس في الكاميرون، ولسه هنشوف برضو غانا. فالتشكيله قدامنا طبعا بيدربهم سونج، المدرب سونج طبعا كلنا عارفينه، سونج النجم الكاميروني، نجم منتخب الكاميرون طبعا السابق. يمكن هم اغلب المدربين محليين، وقلنا طبعا ان الكاميرون اطاحت بتونس. يمكن سونج الشهير طبعا بلقطه محمد زيدان. زيدان وسونج وزيدان. يمكن الحارس بتاعهم سيمون بيلعب في القطن الكاميروني. الاثنين المساكين جاي كيلاما بيلعب في الدرجه الثانيه، وميبازيو بيلعب في امريكا. تشامبا واحد من اطول المدافعين في البطوله، طوله 191 سم.
الباك الشمال نولو توهو بيلعب في الدرجه الثانيه في امريكا. نركز بقى على لعيب الارتكاز اللي هو مارتن هونجولا اللي هو اغلى لاعب بمليون ونص يورو. ده اغلى لاعب اللي هو الارتكاز اللي في النص، مهم جدا ده. معانا ليه فيديوهات، ده بيلعب في نادي في بلجيكا في درجه ثانيه، وسبق ليه اللعب في برشلونه، كان في وهو صغير كان بيلعب في فريق برشلونه في السكند تيم. يمكن في برضو اريك بيلعب في الدرجه الثانيه في تركيا. صامويل اوم ده كابتن الفرقه محترف في النمسا. كيفين سوني ده ثاني اهم لاعب في منتخب الكاميرون اللي هو الجناح اليمين، بيلعب في اسبانيول السكند تيم برضو ب 300 قيمته التسويقيه 300,000 يورو. فيكتور مبيندي الجناح الثاني في الدنمارك، وفرانك ايفينا بيلعب في الدرجه الثالثه في المانيا. يمكن اهم اثنين لعيبه نركز عليهم اللعيب الارتكاز اللي في النص اللي هو مارتن هونجولا. يا دكتور انت بتتكلم بحارس المرمى قطن الكاميرون، وكل اللعيبه محترفه في منتخب الكاميرون. كل اللعيبه محترفه، كل اللعيبه محترفه في اجيب لحضرتك برضو العدد المحترفين، هتلاقي ان هم 17 محترف في القائمه من اصل 21. من اصل 21 يعني تتكلم في اربعه منهم كمان احنا المنتخب مرمى الوحيد اللي ما فيهوش محترفين، فيش ولا محترف. المنتخب الوحيد في البطوله اللي ما فيهوش محترفين منتخب مصر، باقي المنتخبات كلها فيها محترفين. فيها محترفين. فانت المنتخب الوحيد. طبعا دي هي دي ميزه وعيب في نفس الوقت. خلي بالك ميزتها انك انت النهارده الانديه سابت اللعيبه، الانديه سابت اللعيبه موجوده النهارده. انت عندك مشكله في طبعا في الانديه الثانيه زي ما عرضنا، مش مسكش اللعيبه ده لمصلحتنا. بس عيب بقى ان طبعا ان الثانيين برضو بيبقى عندهم محترفين وعندهم خبرات اكتر واحتكاك اكتر، وبيفيدهم برضو على الفريق الاول، على المنتخب الاول. شوف بقى ابرز لعيبه منتخب الكاميرون، اللعيبه اللي انت قلتها دلوقتي اللي هم الثلاث لعيبه، هنبص كيفن 21 وفرانك مارتن هونجولا وكيفن سوني وفرانك ايفينا. مارتن هونجولا اللعيب الارتكازي اللي كان بيلعب في برشلونه، لعب الموسم ده في الدوري البلجيكي 8 مباريات. كيفن سوني الجناح اليمين، فخلي بالنا برضو من حته ان احنا بنقابل فرق يا كابتن اسامه في الجناح اليمين بتاعهم قوي جدا، سواء مالي او الكاميرون او غانا، فانت الحته دي هتحط فيها عبد الرحمن مجدي اللي هو اصلا بيلعب جناح، ولا الاحسن ان انت تحط احمد ابو الفتوح اللي هو مركزه اصلا مساك وتحط معاه مساك ثالث؟ ده السؤال هنا. منتخب مصر، منتخب مصر الكابتن شاوي بيعتمد على الثلاثه اللي في الثلاثه، بس هو بيحط احمد ابو الفتوح وبيدي حريه شويه للاطراف، مساك ثالث ومعاه باك شمال كمان اللي هو عبد الرحمن مجدي. وعبد الرحمن مجدي اصلا بيلعب جناح، ده اللي احنا هنتكلم فيه. فانت الافضل كده لما تركز على اللعيبه او على نقاط القوه هناك، هتلاقي ان هم عندهم الجناح اليمين قوي قوي، فانت لازم تحط باك شمال دفاعي كويس زي احمد ابو الفتوح مثلا، وتحط معاه مساك، سواء بقى محمود الجزار، سواء محمود مرعي، اي حد من المساكين، اسامه جلال بيرحل عليه. دي اللي هتفرق جدا، لان انت بتلعب بطريقه دفاعيه ومحتاج برضو ان انت تقفل الاطراف، زي ما احنا شايفين ابرز لاعبي منتخب الكاميرون على الشاشه. نبص برضو على الصوره اللي بعدها، هنلاقي ان دول اغلى اثنين لعيبه في القيمه التسويقيه. يعني مارتن هونجولا هو اللي موجود، بيرسي مش موجود. مارتن هونجولا بيلعب قيمته التسويقيه مليون ونص يورو، ده خط وسط مدافع. خط وسط مدافع كان بيلعب في سبق ليه طبعا اللي معليه كده ان هو كان بيلعب في برشلونه بي. طيب ده كان حديثنا عن منتخب الكاميرون ونقاط القوه ونقاط الضعف والقيمه التسويقيه، وطبعا المدير الفني بتاعهم النجم الكاميروني سونج. نروح بقى لمنتخب غانا، ايضا منتخب غانا لا يقل قوه او اهميه عن المنتخبات برضو مالي والكاميرون. منتخب غانا دايما مميز في المراحل السنيه الصغيره. منتخب غانا بص معانا بعض على اللعيب اللي معاه الكوره ده، اللعيب اللي معاه الكوره ده اهم لعيب في غانا اللي هو رقم 10. رقم 10 عدى من اربع لعيبه ودخل، ويا يبوا اسمه، يا يبوا رقم 10 ده اهم لعيب في غانا. ده برده الجناح اليمين عندهم مميز جدا، هو كابتن الفرقه. ده لما نبص عليه انا جايب له لقطات لوحده يا يبوا ده، لانه هو لعيب مميز قوي. يمكن هو بيلعب في سالتا فيجو بي الاسباني، في الفريق الثاني برضو في سالتا فيجو. سبق ليه اللعب في مانشستر سيتي وفي ليل الفرنسي. هو اللي معاه الكوره ده، يعني حتى يا ريت بس نرجعها من الاول، هنبص القطعه والدخله لما اربع مدافعين. ده الكلام ده في ملعب الجزائر. يعني الكلام ده بص اهو، بص حضرتك ده في مشوار التصفيات. ده هم اللي قطعوا بالجزائر، هو بص هو اللي سجل الهدف في الجزائر. بص قطع الكوره ودخل رقم 10 في منتخب غانا، اسمه يايبوا، بيلعب في سالتا فيجو الاسباني، لعيب مميز جدا جدا، اهم لعيب في منتخب غانا من الاخر. يعني بيلعب، هو قيمته التسويقيه 800,000 يورو، سبق ليه اللعب في مانشستر سيتي وليل، وهو صاحب هدف الفوز على الجزائر في التصفيات بملعبها. ده لعيب مهم جدا جدا جدا. انت النهارده لما تشوف المنتخبات الموجوده معانا اطاحت بالفرق العربيه زي المغرب وزي الجزائر وزي تونس، اكيد برضه هتكون يعني طبعا يعني عندهم احتكاك عربي قبل كده، واطاحوا باللعيبه العرب خبره. فانت دي حاجه بس كان معاهم اللاعبين المحترفين. يعني منتخب الكاميرون كان معاه جناجو اللي هو مهاجم نيس، مش موجود ده برضو الجناح الثاني معانا برضو اللي هو يمكن نمساه.
ايفانز مانسا بيلعب في الدوري الفنلندي، يمكن معانا ليه لقطات برضو. بيجي ده تحت التحول السريع وبيجوا من تحت بسرعه. ايفانز مانسا ده جناح تاني يعني، ده بيعتبر كصانع العاب في تشكيله غانا. لا وانهاء الهجمه هنا كمان فيها مهاره، اللمسه الواحده، لعيب كويس جدا، القوه والتسديد وبيركن. يمكن المدرب بتاعهم اسمه ابراهيم تانكو. ابراهيم تانكو ده كمان يمكن هو كابتن اسامه عنده جنسيه المانيه، لعب فتره طويله جدا في المانيا، لعب في بروسيا دورتموند من سنه 94 لسنه 2001. ده يعني ده طبعا اللي قدامنا على الشاشه ده الجناح الشمال ايفانز، الجناح اليمين ايفانز منساه. وده لا ده برده لقطات ليه يايبوا، يعني اللي معانا اللي قدامنا على الشاشه ده برده يايبوا اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو رقم 10. طب شايف حظوظنا ايه مع المنتخبات يعني مالي، وانت بتستعرض نقاط القوه ونقاط الضعف والمحترفين انا قبل البطوله او قبل يعني قبل اعلان القوائم ما كنتش يعني نوعا ما كنت مقلق على المنتخب. بعد اعلان القوائم في نوع من التفاؤل، ان انت بتتكلم ان اغلى لاعب في البطوله، يعني بعد ما احنا بنستعرض مين اغلى لاعب في البطوله او اغلى لاعب في المجموعه، مش في البطوله، في المجموعه، رمضان صبحي فانت اذا عندك لعيب تقيل تقدر ان انت تبني عليه، وانت عندك برضو جيل قوي جدا. الجيل الموجود ده دلوقتي جيل قوي جدا، كله بيلعب في الاهلي، في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك وفي الانديه في الدوري، لعيبه اساسيه. احمد ابو الفتوح ده بيلعب في سموحه وكان في الزمالك. لعيبه الاهلي كلها، النادي الاهلي سواء اكرم توفيق، رمضان صبحي، ناصر ماهر، لعيبه نادي الزمالك مصطفى محمد طبعا موجود مهاجم اساسي النادي الزمالك. بيعيشوا كمان حاله فنيه كويسه مع انديتهم، بيشاركوا بصفه اساسيه. معاك جيل كويس ومعاك برضو مدرب متخصص في المنتخبات الصغيره. وصل معاه برونزيه سنه 2003 تالت العالم 2001 طبعا. فلا مدرب متخصص في حته الناشئين اكتر كمان يمكن من الفرق الكويسه، يعني نجاحاته في الناشئين اكتر من الكبار بصراحه. فدي حاجه تديك ميزه. فدي حاجه مهمه، وبالحضور الجماهيري وبالدعم الجماهيري اللي ان شاء الله الناس هتحضر بشكل كويس جدا، اعتقد ان منتخب مصر باذن الله قادر ان هو على الاقل يوصل من الثلاثه. خطوه كانت يعني مهمه جدا من المسؤولين النهارده، تخفيض ثمن التذاكر 20 و30 جنيه عشان يبقى في اقبال جماهيري كبير. ان زي ما اقول لك يعني انا واحنا بنشوف في الاعلام الرياضي الدعم او الكلام عن المنتخب قليل جدا، خاصه طبعا كمان انك انت البطوله على ملعبنا وسط جمهورنا، لازم طبعا يكون في تغطيه اعلاميه كبيره، لازم يبقى في توعيه للناس اكتر. يعني زي ما انت بتقول الناس، انت لما حد بيسالك يقول لك طب المباراه امتى؟ طب الساعه كام؟ او المباراه منتخب مصر هتبدا امتى؟ فمهم جدا ان الفتره دي لازم يبقى في كلام كتير في الاعلام الرياضي عن منتخبنا الاولمبي، خاصه ان ده حلم وصول الاولمبياد، ده تاريخ بيتسطر وبيتكتب. احنا دلوقتي اتكلمنا عن مالي بس ما عرضناش تشكيله غانا، نعرضها بس سريعا. طيب تشكيله غانا، الحارس كوامي با، الاثنين المساكين حبيب محمد وزكريا فوسيني، كينجسلي فوبي ده اليمين، ادوارد الشمال، سيمون زيبي الاثنين الارتكاز، ومايكل فرانك ارهين، ويايب وا اللي هو الجناح اليمين الخطير، وربابا منسا المهاجم، وايفانز منسا الجناح اللي احنا برضو عرضنا له بعض اللقطات. ده يمكن تشكيله منتخب غانا، عشان برضو اللي حابب يسجل او اللي حابب يراجع ان منتخب غانا تشكيلته هي قدامنا على الشاشه، بيلعبوا 4-2-3-1، وقلنا اهم لعيب عندهم يايب وا اللي هو جناح سالتا فيجو اللي قيمته التسويه 800,000 يورو، ده يعتبر واحد من اهم اللعيبه في منتخب غانا. منتخبات كلها حطت خلاص القوائم النهائيه بتاعتها. كلها كده، كلها ما عدا زامبيا لسه اللي هي ما اعلنتش. طيب بس مجموعه منتخب مصر، مصر ومالي وكاميرون، ده معانا ابرز ده ابرز اللاعبين بتوع منتخب غانا. معانا اربع لعيبه، يمكن الجناح الايسر طبعا اللي هو فرانك ايفانز منسا اللي احنا عرضنا له اللقطات، والناحيه الثانيه يايب وا ده نركز معاه اللي هو اللي قدامنا على الشاشه، ده بيلعب تحت المهاجم ناحيه اليمين، بيلعب ناحيه اليمين في سالتا فيجو. لعب السنه دي 8 مباريات في الدوري الاسباني درجه ثانيه واحرز هدف. الثاني المهاجم اللي هو بيلعب في الدوري الفنلندي اللي هو ايفانز منسا مسجل 8 اهداف في جميع البطولات وعنده اسيست واحد. الصوره اللي بعدها برده هنلاقي اثنين لعيبه ثانيين من ابرز اللاعبين عندهم، هنلاقي ان فرانك اراهين اللي هو صانع الالعاب ده بيلعب في الدوري السويدي عنده 6 اسيست الموسم ده، اللي هو صانع الالعاب بتاعهم مستر اسيست بتاعهم فرانك ارهين، نركز معاه جدا، وما كانش بيلعب في التصفيات على فكره، في 6 تغييرات عن التشكيله اللي كانت بتلعب في التصفيات. فدي حاجه برضو تاكد لك ان هم لا بيدعموا بشكل كويس، وغانا جايه مركزه وعندها خبرات. برضو انت عندك مالي وغانا والكاميرون ثلاثه اتقال. الناحيه الثانيه برضو المهاجم بتاعهم اللي هو ربابا منسا ده المهاجم، ده لعب السنه دي 21 ماتش مسجل 7 مباريات وعنده 4 اسيست، بيلعب في الدوري الامريكي. تمام، ده كان الحديث عن منتخب مالي ومنتخب الكاميرون وكان منتخب غانا ونقاط الضعف ونقاط القوه. عايزين بقى نتكلم عن منتخب مصر، المهم بقى حالتنا احنا، التشكيله، الدعم، الكابتن شوقي غريب. في البدايه القايمه بتاعت منتخب مصر اللي اتحطت، هل فيها مفاجات ولا هي دي القايمه المتوقعه من قبل الكابتن شوقي غريب؟ لا طبعا في نقطه بس يعني، إيه؟ في القايمه ان حته الارتكاز
انت عندك اكرم توفيق وغنام محمد. آه. الارتكاز الثاني هو بيلعب 3، كابتن شوقي غريب بيلعب 3 4 2 1 او 3 4 1 2 مثلا. آه. بس الاربعه اللي في النص منهم اثنين ارتكاز، الاثنين الارتكاز ده اكرم توفيق جنبه مين؟ غنام محمد. غنام محمد كبديل لاكرم توفيق. طب مين الارتكاز اللي هو عنده الهجوم الحته دي؟ انت ما خدتش في القايمه اللي هو يعني قدامنا التشكيل على الشاشه، هو مثلا المتوقع هيلعب مثلا بالثلاثه اللي ورا في محمد صبحي حارس الزمالك، عشان هو ليه الاسبقيه شويه ان هو عشان اخذ مع نادي الزمالك محمد ماتش. صبحي هو ممكن متوقع انه يكون الاقرب لان هو اخذ ماتش مع نادي الزمالك في افريقيا. فهو عنده الافضليه شويه عن الحراس الثانيه. طب شايف ازاي كان كابتن شوقي غريب وهو يعني بيتكلم على النقط اللي قلقاه شويه حراسه المرمى؟ ليس في الحراس ولكن عدم مشاركته مع انديه. ما عشان كده قلت لحضرتك لا، يبقى محمد صبحي الاقرب ليه؟ عشان هو اللي اخذ اخر ماتش مع الزمالك. فهو اللي ايده لسه في الملعب، معنوياته عاليه ولعب مع نادي الزمالك، فممكن يكون هو الاقرب. وممكن برضو يروح لعمر رضوان. الثلاثه اللي ورا احمد ابو الفتوح مساك ايسر ومحمد عبد السلام واسامه جلال. اسامه جلال الباك اليمين هو بيلعب بتسمى ظهير جناح. يعني ايه ظهير جناح؟ يعني بيهاجم وبيدافع في طريقه 3 4 2 1. اليمين عمار حمدي والشمال عبد الرحمن مجدي. اكرم توفيق ورمضان صبحي. فهي الفكره دي، مين اللي هيلعب جنب اكرم توفيق؟ مش كان مثلا كان ممكن احمد حمدي، كان ممكن محمد صادق. لو محمد صادق انا سمعت ان هو مصاب استدعاه لسبب الاصابه. فهل مثلا محمد صادق ولا لانه كان بيلعب في طول التصفيات محمد صادق في الحته دي جنب اكرم توفيق؟ بس هل رمضان صبحي دلوقتي لما يكون يعني ارتكاز بجوار اكرم توفيق هو ما لعبهاش في الحته دي؟ رمضان صبحي بيتمام لعب في بعض الوديات، بعض الوديات مع كابتن شوقي غريب في الحته دي. بس النهارده رمضان صبحي برضه خطورته لما بيجي من على الطرف من بره طبعا وبيضم لجوه. انا متفق مع حضرتك كابتن واحد. عشان كده بشوف ان افضل واحد في الحته دي ناصر ماهر. ناصر ماهر يكون موجود في الحته ناصر ماهر جنب اكرم توفيق، وتحط قدام طاهر محمد طاهر ورمضان صبحي، وقدام صلاح محسن. خلي بالك ممكن تحط غنام محمد لاعب الانتاج الحربي بيتميز برضه بصفات اكرم توفيق، خاصه كمان انت عندك يعني عمار حمدي جناح طاير بيطير، ابو الفتوح لما لو بيلعب باك ليفت بيطير، عندك طاهر محمد طاهر، عندك رمضان صبحي. طريقه كابتن شوقي غريب دفاعيه اكتر، بيلعب باللي هو دفاع المنطقه والهجمه المرتده، فانت محتاج واحد في وسط الملعب جنب اكرم يحرك لك الفرقه. عشان هو كده في بعض الاوقات تلاقيه جرب رمضان صبحي في المكان ده. فناصر ماهر عنده الميزه دي قوي، بلاي ميكر حريف، لعيب عنده الرؤيه، عنده خبرات مع النادي الاهلي ومع نادي سموحه، فيقدر يلعب جنب اكرم توفيق. وكمان انا مش عايز استغل يعني رمضان صبحي، مش عايز ابعده عن حته المنطقه الاماميه اللي هو فتره توهجه مع فايلر دلوقتي، ومسجل 3 اهداف في 3 مباريات. السنه اللي فاتت كلها مع النادي الاهلي مسجل هدفين مع لاسارتي السنه دي. تطوير المدرب عامر يمكن ده قدامنا على الشاشه الاغلى. انا بس قبل ما اروح لحاجه مهمه ارجع تاني بس للتشكيله المتوقعه لمنتخب مصر النهارده، مصطفى محمد وصلاح محسن. هل الاثنين برضه هيلعبوا؟ الاثنين خاصه الاثنين بيلعبوا مهاجمين، هيكونوا برضه في نفس التشكيله؟ لا انا شايف لا بصراحه، يعني ما ينفعش مصطفى محمد وصلاح محسن الا في بعض الاوقات من المباراه. ما ينفعش كبدايه تبدا بالاثنين. ليه بقى؟ اقول لحضرتك انا توقعي يا دكتور، توقعي ان لو مصطفى محمد او صلاح محسن موجودين كمهاجم، واحد بس هيكون موجود فيهم في المهاجم الامامي، هيكون طاهر وهيكون رمضان صبحي. دول اللي تحت المهاجمين. المكان اللي بيلعب فيه رمضان صبحي اللي انت حاطه في التشكيله على ما اعتقد ناصر ماهر او غنام محمد. انا شايف كده برضو، يعني انا شايف انا جايب التشكيله دي على اساس ان دي لعبه اخر وديه اخر وديه. لكن انا شايف تحديدا ان صلاح محسن ليه اللي يبدا كراس حربه. هو الافيد في الليل، لان طريقه لعبه كابتن شوقي غريب بيلعب على الهجمه المرتده. فانت محتاج مهاجم عنده سرعات. مين المهاجم اللي عنده سرعات؟ صلاح محسن. لكن مصطفى محمد ما عندوش سرعات. مصطفى محمد من الاخر راس ماله ايه؟ العرضيات. عايز عرضيات عشان يديك عرضيات، يعني لازم تلعب بطريقه هجوميه عشان تستغل مصطفى محمد. فانا شايف ان الافيد تبدا بصلاح محسن. ليه؟ عشان حته السرعات وسرعه التحول من الدفاع للهجوم. لان صلاح محسن مهاجم عنده حته السرعات بشكل كويس جدا، عكس مصطفى محمد. مصطفى محمد مهاجم صندوق اكتر. فانت وانت طريقه لعبك كده، انت ما بتهاجمش 90 دقيقه، لا. انت بتلعب بطريقه دفاعيه وبتلعب على الهجمه المرتده. الحاجه الثانيه طاهر محمد، طاهر صلاح ورمضان صبحي ورمضان. والحاجه الثانيه ان انت تحط مصطفى محمد على الدكه. ليه؟ لو اتزنقت لا قدر الله دخل فيك هدف وحبيت ان انت تلعب باثنين فراوده، يبقى انت معاك مهاجم استراتيجي على الدكه. تدفع بيه اثنين فراوده قدام، يبقى صلاح محسن مهاجم متحرك ومصطفى محمد في الصندوق كده اثنين فراوده. فدي نقطه مهمه جدا، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه لرمضان صبحي، انا شايف ان رمضان صبحي ما يتحطش كارتكاز ثاني، يتحط كجناح. نفس الفكره بتاعت فايلر، ان هو يدخل للعمق ويجيب اهداف، خاصه ان انت بتعيش احلى فتراته مع فايلر. فانت رمضان صبحي لما يقطع للعمق ميزه مهمه جدا. وعندك لعيب زي ناصر ماهر ما يقعدش احتياطي بصراحه. ناصر ماهر لعيب مميز جدا، وتستغله جنب اكرم توفيق. برضه لعيب ثاني مميز زي طاهر محمد طاهر. فوجهه نظري التشكيله الافضل
للمنتخب بالنسبه للحته الهجوميه ان انت تحط صلاح محسن في طريقه لعب كابتن شاوي غريب. يعني انا بحط لحضرتك العناصر المميزه في فكر كابتن شاوي، لان خلاص احنا هنلعب بالطريقه دي اللي هي لان القائمه تم اعلانها فيها خمس مدافعين. خلي بالك في ميزه على اعتقد لائحه البطوله ان القائمه كلها بتقعد على الدكه وبيتم الاستبدال منها. يعني ما بقاش في 18، انت بيبقى القائمه ال 21 لاعب موجودين على الدكه وبيتم الاستبدال منهم، فانت عندك مساحه مفتوحه من التغييرات تقدر تغير منها. فانا شايف الحته القدامانيه، فانت تلعب بصلاح محسن وتحته رمضان صبحي على الشمال وطاهر محمد طاهر على اليمين، الثلاثه دول ليه؟ طريقه لعب كابتن شوقي غريب من الاخر هتدافع دفاع منطقه وتلعب على المرتده، فانت عندك ثلاثه سرعات تحطهم وتسيب الباقي عليهم. رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن. طيب تمام، عايزين نشوف برضو القيمه التسويقيه يعني لمنتخب مصر. كنا وفي حته الباك ليفت برضو، حته الباك ليفت اللي هي ازمه الباك ليفت في المنتخب. ابراهام مجدي ولا بالنسبه لحضرتك اهو اغلى لاعبين في القيمه التسويقيه للمنتخب رقم واحد، هم كلهم لاعبين النادي الاهلي. رقم واحد رمضان صبحي. رمضان صبحي بالمناسبه هو اغلى لاعب في المجموعه كلها، ورابع اغلى لاعب في البطوله. قيمته التسويقيه 5 مليون يورو، اغلى لاعب في المجموعه ورابع اغلى لاعب في البطوله رمضان صبحي 5 مليون يورو. الثاني صلاح محسن في منتخب مصر 800,000 يورو. دول من النادي الاهلي، والثالث برضو من النادي الاهلي معار حاليا لنادي سموحه وهو ناصر ماهر. والرابع مصطفى محمد. برضو الصوره اللي بعدها هنلاقي ناصر ماهر ومصطفى محمد. دي اللي قدامنا على الشاشه، موقع ترانسفير ماركت منزل اغلى اللاعبين على مستوى البطوله. مين بقى في الاغلى؟ اللعيبه الفرق الثقيله. كوت ديفوار هي المفاجاه، هتلاقي ان كوت ديفوار عندها ثلاث لعيبه موجوده معانا في المجموعه دي، في المجموعه الثانيه. في المجموعه الثانيه عندها اغلى ثلاث لعيبه في البطوله، اغلى ثلاث لعيبه. كواميه اللي هو عنده 21 سنه، مهاجم جنوا الايطالي ولسه مسجل في اليوفي الاسبوع اللي فات، مسجل خمس اهداف الموسم ده واثنين اسيست في 11 ماتش في الدوري الايطالي. ده موجود وده موجود في القايمه، حطوه في القايمه. طب ليه ما كان في ممكن في انا اعتقد ان هو مش هيسافر. كان فين في الدوري الايطالي الراجل؟ اعتقد ان هو ممكن ما يسافرش بس هو محطوط اسمه في القايمه. رقم اثنين ابراهيم سنجاري، بيلعب نجم وسط تولوز الفرنسي، قيمته التسويقيه 15 مليون يورو. يمكن كوامي 22 مليون يورو، ابراهيم سنجاري 15 مليون يورو. حامد جونيور برضو من كوت ديفوار، صانع العاب ساسولو الايطالي، عنده 19 سنه، قيمته التسويقيه 14 مليون يورو. اذا اغلى ثلاث لعيبه من كوت ديفوار. مين الرابع؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي، رمضان صبحي قيمته التسويقيه 5 مليون يورو. الخامس مهاجم نيجيريا، مهاجم ماينز الالماني تايو، معار من ليفربول، 4.5 مليون يورو. السابع برضو لعيب قطع كرات من نيجيريا، ادريسا دومبيا، لاعب وسط سبورتنج لشبونه، 3.8. اذا انت بتتكلم ان المجموعه برضو اغلى مدافع في البطوله مين؟ اللي هو دابيلا، ده مدافع كوت ديفوار بيلعب في ليل الفرنسي. اذا التشكيله كلها ايه لو لاحظت حضرتك؟ الغاليين يا كوت ديفوار يا نيجيريا اللي هي المجموعه الثانيه، وبعد كده برضو باستون داكا اللي هو مهاجم منتخب زامبيا، واحد من افضل المهاجمين اللي الناس انصحهم بيتفرجوا عليه، اللي هو مهاجم زامبيا. في زامبيا اللي هو عنده 21 سنه. بيلعب في ريد بول النمساوي، قيمته التسويقيه 3 مليون يورو. لا مهاجم كويس جدا، ونلاحظ ان قائمه الاسعار الغاليه فين؟ في المجموعه الثانيه، المجموعه الثانيه كوت ديفوار، نيجيريا، زامبيا. ليه؟ لان مالي بيغيب عنها ابرز اللاعبين اللي هو هيدارا، وبيغيب عنها سايكو كويتا، كاميرون بيغيب عنها جناجو، غانا بيغيب عنها. خلي بالك اجاييه لما جه النادي الاهلي جه برضو من خلال البطوله، من خلال البطوله دي. فالبطوله دي يعني اكيد هتكون يعني طبعا مهمه جدا كمان لكل الانديه والانظاره. هتروح لها عشان فيها مواهب، وكمان على ما اعتقد هتكون بطوله قويه طبعا. يعني بطولة قوية كمان من اول مباراه، البطوله دي هتطلع مواهب كتير. يعني مهاجم زي مهاجم زامبيا اللي هو داكا ده مثلا بيلعب في ريد بول، قيمته التسويقيه 3 مليون يورو. مهاجم هداف جدا 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 بيلعب في زامبيا، ده مهاجم اعتقد ان بعد البطوله مع منتخب زامبيا هيطلع، ممكن يطلع لنادي اكبر سواء بقى في افريقيا او في نادي في اوروبا. فاحنا بنتكلم ان القيمه التسويقيه بتاعه اللعيبه الاغلى دي حاجه محترمه، ان يبقى عندك لعيب زي رمضان صبحي قيمته التسويقيه، طبعا كان بيلعب في ستوك سيتي، قيمته التسويقيه 5 مليون يورو، حاجه محترمه جدا لمنتخب مصر. هو اغلى لاعب في المجموعه ورابع اغلى لاعب في البطوله زي ما قلنا. وكان في برضه يا دكتور يعني حطينا عملنا سؤال في صفحه الاهلي في برنامج الاشبال، قلنا توقعات حضراتكم حول نتيجه مباراه الافتتاح لبطولة أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بين منتخب مصر ومنتخب مالي. ما شاء الله في تفاعل كبير، وشاف في تفاؤل كمان من الناس. فوز محمد كمال بيقول فوز منتخب مصر 3-1، أحمد سيد فوز منتخب مصر 3-1، حمدي بيقول إن شاء الله مصر تفوز 2-0، إن شاء الله عبد الرحمن مصر تفوز 1-0،
علاء جمال بيقول ان شاء الله مصر تفوز 2-1. ما شاء الله التعليقات كلها وتوقعات الناس بتروح ان شاء الله لفوز منتخب مصر، وكمان يعني التوقعات كلها ايجابيه. شاركونا ان شاء الله يعني خلال توقعاتكم الحلقه الجايه، يعني صاحب الحظ او صاحب التوقع الصح هيكسب معانا تيشرت منتخب مصر، وهنجيبه هنا ان شاء الله في برنامج الاشبال وهنسلمه. اتفضل يا دكتور. طبعا الحته اللي باقيه برده في منتخب مصر حته الباك ليفت. يمكن لما بصينا على التشكيله لقينا مين؟ لقينا عبد الرحمن مجدي كباك ليفت. فانت بتتكلم في نقاط القوه بتاعت مالي وبتاعت غانا وبتاعت الكاميرون كلهم ناحيه اليمين، الجناح اليمين. فهل الافضل ان انت تحط عبد الرحمن مجدي اللي هو اصلا بيلعب جناح في الاسماعيلي واللي هو نقطه قوته في التسديدات اللي هو بيدخل للعمق وبيشوط، ولا تحط احمد ابو الفتوح؟ اعتقد ان احمد ابو الفتوح هيبقى افضل كظهير ايسر، وتدفع بقى بمساك ثالث مكان احمد ابو الفتوح. الفتوح دفاعيا كمان اقوى شويه، اقوى صح. وبعدين مكانه عكس لما تجيب لعيب جناح وتحطه مساك جناح، اصلا هو مستو في التسديدات وحطه عشان قوي. هو ممكن يكون فكر كابتن شاوي ان هو لعيب قوي فعايز يستخدمه، لكن بصراحه الافضل ان انت تلعب اللعيب في مركزه. لعيب زي احمد ابو الفتوح تحطه انت بتلعب ب 3-4-2-1 تحطه ناحيه الشمال افيد. ليه؟ احمد ابو الفتوح لعب في نادي الزمالك، عنده خبرات، لعب في سموحه، لعب في بطوله افريقيا، ولما تغطيه باكرم توفيق وتغطيه بمساك كمان اللي هو المساك الثالث لما يخش مثلا الجزار او يخش مساك ثالث مع اسامه جلال يعني ومحمد عبد السلام، يعني ترشح يبقى الثلاثه اللي ورا اسامه جلال محمد عبد السلام والجزار ثلاثه مساكين. يعني الافضل ترشح يكون موجود كده. لو انت هتلعب بثلاثه ورا نفس طريقه كابتن شوقي يبقى الافضل ان انت تلعب بثلاثه ارتكاز. وحتى برضو الباك اليمين اشوف ان الافضل كريم العراقي، بيقدم ماتشات كويسه جدا مع النادي المصري، وعمار حمدي ممكن تستغله في الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها جنب اكرم توفيق. خلي بالك برضو مش مقياس منتخب مباراه جنوب افريقيا، خاصه ان الكابتن شوقي في الوديه الاولى فضل عدم اذاعه المباراه عشان هو يعني قال ما طبعا يعني ما تبقاش احنا يعني بنقول على المتاح، احنا بنقول وجهه نظرنا ان الافضل طبعا هو ليه القرار او الرؤيه النهائيه. فانت عندك كريم العراقي لما يحطه ك باك يمين بيقدم ماتشات كويسه جدا مع النادي المصري في الكونفدراليه، عنده خبرات وبيلعب ده مركزه. فانت لما تحط كريم العراقي ناحيه اليمين واحمد ابو الفتوح ده الافضل من انت تجيب لعيب زي مثلا عمار حمدي، لعيب موهبه صعد بقوه الصاروخ يعني، بس عمار حمدي ايه مكانه الافضل. يعني انت لو هتلعب باكرم توفيق وجنبه ارتكاز تاني مفيش نقاش، ناصر ماهر او عمار حمدي على طول. يا ماهر، يا ناصر ماهر، عمار حمدي الاثنين عندهم الرؤيه، عندهم البوكس تو بوكس اللي بيزيدوا، عندهم التكمله، عندهم ان هو ممكن يقرب، وعنده الرؤيه وعنده ازاي يفتح مساحات لزمايله. عمار حمدي او ناصر ماهر واحد فيهم مع الثلاثه اللي قدام بقى رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن مفيش خلاف عليهم. الثلاثه دول عندك انت بتلعب على الهجمه المرتده وعايز سرعات. افضل واحد دلوقتي طاهر محمد طاهر، لعيب مميز جدا طبعاً. وطبعا طبعاً رمضان صبحي ناحيه اليمين مميز جدا، رمضان صبحي اغلى لاعب في المنتخب ناحيه الشمال، وقدام عندك صلاح محسن، وعندك ورق على الدكه بقى بدلاء، دي حاجه مهمه جدا ان انت تقسم الماتش طبعاً. عندك عايز تهاجم عندك مصطفى محمد تنزله، ليه مصطفى محمد ما يبداش؟ لان مصطفى محمد مش سريع، مش مهاجم هيلعب على الهجمه المرتده طيب. عكس صلاح محسن طيب دلوقتي امام عاشور، امام عاشور كمان موجود، امام عاشور جناح مميز جدا ينفع كبديل لرمضان صبحي وينفع كبديل لطاهر محمد طاهر. فانت عندك بصراحه انت لو بتقسمهم كلعيبه ليفل اعلى، لا رمضان صبحي طاهر محمد طاهر دول افضل جناحين في المنتخب الاولمبي بلا نقاش. بعد كده او طبعا يعني دول افضل جناحين سواء رمضان صبحي او طاهر محمد طاهر. امام عاشور ممكن تستخدمه ك ما تاكيد لازم يبقى عندك القائمه طبعا كلها. لازم تستغلها، خاصه كمان ما شاء الله قائمه منتخب مصر يعني مليئه بالنجوم، والنجوم كمان اللي بتشارك مع ديتا ومؤثره كمان مع ديتا. هي الفكره في حته الارتكاز الثاني اللي هيلعب جنب اكرم توفيق ده اللغز هيكون مين؟ هل هيستخدم ناصر ماهر؟ هل هيستخدم عمار حمدي؟ هو بيحب عمار حمدي ناحيه اليمين في كل المباريات الوديه. عايز تعرف يوم الجمعه الساعه 8 ان شاء الله هتعرف تشكيله منتخب مصر. اخيرا يا دكتور ما شاء الله ردود الفعل ايجابيه يعني والناس متوقعه ان شاء الله فوز منتخب مصر. اخيرا انت توقعك ايه لمنتخب مصر خاصه كمان في البدايه امام منتخب قوي زي منتخب مالي؟ اعتقد ان شاء الله فوز منتخب مصر، واعتقد ان احنا يعني على الاقل باذن الله هنبقى من اول ثلاثه باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. يعني انا بقول لكل جماهير النادي الاهلي شاركونا ان شاء الله على صفحه قناه النادي الاهلي بتوقعاتكم مع منتخب مصر ومالي، وان شاء الله الفايز هنجيبه هنا في برنامج الاشبال الحلقه الجايه وهنسلمه تيشرت منتخب مصر. شرفتنا ونورتنا يا دكتور. ده الشرف ليا واسعد دايما بالتواجد مع حضرتك يا كابتن اسامه. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني في برنامج الاشبال الدكتور احمد ثابت، ما شاء الله يعني اتكلم كتير واستوفى في الشرح عن كل مجموعه منتخب مصر مالي والكاميرون وغانا،
اتمنى يكون يعني الجهاز الفني بقياده كابتن شوقي غريب يكونوا بيتفرجوا علينا ويشوفوا كمان يعني ان شاء الله حلقه تفيد منتخب مصر. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير وحلقه جديده من برنامج الاشباح.